ازاي لو عندي مجموعة من الايمجز بأحجام مختلفة اعمل لهم اي سايز واتحكم في الابعاد بتاعتهم عن طريق الباتش كونفيرجن ل IrfanView؟ ادي فتح معايا كده IrfanView، احنا بندوس كنترول او ممكن نعمل اي سايز من هنا، وهنا لو عايز اكيب الاسبيكت ريشيو فمثلا لو هقولها 1000 او 100 كده هي بتحدد ال ويتس والهايت، لكن لو انا عايز اتحكم انا في ال ويتس والهايت فممكن اعمل الصورة بالشكل ده. طيب لو انا عندي مجموعة من الصور فمن طريق فايل باتش كونفيرجن ممكن اخد الباتش كونفيرجن ده، يا اما هقف كنترول وهختار الصور اللي انا عايزها، يا اما لو انا عندي الفولدر ده مفهوش الا الصور دي كلها عايزين يتعمل لهم اي سايز فممكن اقول اد اول، ومن اوبشنز هنا بتتحكم في الدقة او الكواليتي بتاعت الايمج نفسها، والتشيك بوكس ده لازم اكون عامل عليه سيلكت كده واقول له ادفانسد، اقدر يا اما ابريزيرف في الاسبكت ريشيو يا اما اتحكم في الويتس والهايت مانيوال يعني. بس فانا لو عملت مثلا الويتس 500 والهايت 200 لكل القصة اللي انا عملت الاختيار بتاعها هنا قلت ستارت باتش، خد بالك الكلام ده هنا بيقول لك هينزل لك فين، فالكلام ده نازل لي على سي تمب. انا لو جيت على السي تمب ادي الصورة بتاعتي، لو وقفت عليها هتلاقي السايز ظاهر لك دلوقتي 500 في 200 زي ما احنا عملناه للايمجز كلها ومرة واحدة.